هل مجابه حسام حسن عن قناعة ولا عشان نرد جمال؟ ده سؤال بقى يعني، ما هو ده سؤال احنا كلنا بنسأله. اصل في ناس بتقولك اصل حسام حسن عنده ميزة، الناس خايفة من عصبيته شوية يعني، معلش يعني اعتقد هو كبير زيادة وتحط تحت ضغوط اكتر من اللي هو فيه دي 100 مرة يعني. وكمان في حاجة، حسام حسن في ميزة شفناها وهو بيدرب في الفرق العادية، ان هو عينه حلوة جدا في اللعيبة. لان في لعيب كورة يعني كان بيقول لي حسام حسن في الموسم معناها ان هو احنا الموسم كله معسكرات. تقدر تقول لنا من اسم اللعيب ده؟ ايه لا مش هينفع يعني، مش هينفع نقول مين اسمه. طب كان بيلعب يعني، هو كان رايح يمضي في النادي ساعتها تقريبا المصري. اوكي فهو رايح يمضي في المصري يحسب حسن، هو كان لعيب كبير يعني. فقال لك انا كبرت قوي ان انا اقضي كل الموسم معسكرات يعني. هو يعني راجل بيضغط جدا عن العيش عشان يطلع احسن حاجه فيه. عايزك تركز 24 ساعه، دي اكتر حاجه مميز فيها يعني. اكتر نقطه يعني نقول لو قلنا مثلا عنده نقاط قوه ونقاط ضعف، اكتر نقطه قوي فيها شخص قوية، بيعرف يستر لعيبة وعينه حلوة في اللعيبة، والاتنين موجودين. حسام لا مش يعني، بالعكس هو خارج جدا من حسام حسن يمسك المنتخب. انا شايف ان هو في الفترة الحالية والفراغ المدربين والفراغ من الكورة في مصر وقلة المواهب، لا حسام حسن يعني ده لازم هو اول واحد ياخد. ويعني لو هو حسام حسن ما بيفهمش الكورة، مين بيفهم يعني؟